كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن حديث دار بينه وبين الأمين العام للحزب، مؤكدا أن الأخير لا يرفض ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، وهو رغم التزامه والحزب مع سليمان فرنجي في الملف الرئاسي شجع على الفكرة تاركا الباب مفتوح في هذا الإطار. وفي حديث للبنان فايلز شدد وهاب على أن نصر الله قال أنهم يسعون كل جهدهم ليأتي فرنجي إلى سدة الرئاسة. كما أكد وهاب أنه من بين فرنجي وجهاد أزعور سليمان فرنجي هو الحل، لأن أزعور هو بوصاية دولية وتحديدا بوصاية صندوق النقد الدولي، معتبرا أن الجميع يلعب بالوقت الضائع وهذا الاتفاق لن يأتي بأزعور. يأتي ذلك في وقت يسعى الثنائي الشيعي إلى خسارة مشرفة كما وصفتها الصحيفة نداء الوطن، حيث لفتت إلى أن كل جهود فريق الممانعة تنصب حاليا على توفير أكبر قدر ممكن من الأصوات الفرنجية في الدورة الأولى من الاقتراع، وذلك للحؤول دون خروج الأخير من السباق برصيد هزيل. من هنا ينصب السعي من جانب هذا الفريق للحصول على تأييد ما يقارب 55 صوتاً، حتى إذا بدأت مرحلة البحث عن خيار رئاسي ثالث يكون سحب ترشيح فرنجي بمثابة خسارة مشرفة. سيناريو خروج فرنجي من المشهد الرئاسي تطرق إليه وهاب في حديثه للبنان فايلز، حيث قال إذا كان الإجماع المسيحي ضد فرنجي قد يتراجع الأخير عن ترشيحه حفاظا على كرامته، وإذا حصل هذا الأمر ستكون حظوظ قائد الجيش جوزيف عون متقدمة على كل الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية. وهاب شدد أيضاً على أنه إذا لم تحصل التسوية الإقليمية لا رئاسة في لبنان، وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستطير في انتظار التسوية الإقليمية لأن لا أحد قادر على تحصيل 65 صوتاً، معتبراً أن لا حل في البلد من دون تسوية سورية سعودية لأن لبنان محكوم بالسين سين. كل ذلك يتوقف على نتائج جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها بري بعد أيام، والتي ستشكل وفق موقع النشرة محطة فاصلة تخرج أزعور من السباق الانتخابي الرئاسي، في ظل تساؤل عما إذا كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيتملص هو أيضا من ترشيح أزعور، خصوصا أن باسيل شخصيا يستخدم هذا الاسم لقطع الطريق على فرنجي لا غير وفق الموقع.